يطيب لي أن أرحب بحضراتكم جميعا، زملائنا الأعزاء ممثلي الصحف والمواقع الإلكترونية ومحطات التلفزيون المختلفة، مجددا في معقل النادي الأهلي بالجزيرة لنلتقي كما تعودنا مع حضراتكم دائما على إطلاق أو إنجاز جديد في إطار برنامج عائلة الأهلي الانتخابي وسعي مجلس إدارة النادي الأهلي في أقل من 24 شهر لتقديم ما يشبه كشف الحساب والإعلان عن إنجاز جديد يتعلق في هذا المؤتمر الصحفي. إن شاء الله نحتفي ونحتفل معا بإطلاق التطبيق الرسمي للنادي الأهلي. أنا حابب بس أول حاجة إن أنا شخصيا أعتذر عن التأخير في إطلاق الأبليكيشن دي، لأن أنا وقت الانتخابات كنت عملت أنا نسخة زي بروتوتايب إن أنا أفرج الأعضاء ونوريهم نقدر نعمل إيه، وكنت متصور إن هي هتطلع بشكل أسرع من كده، لكن طبعا بقى العمل العام والمناقصات والعرض المالي والفني والكلام ده كله أخرونا شوية، لكن الحمد لله احنا عملنا الإطلاق التجريبي في شهر 7 اللي فات عشان نعمل اختبار للأعضاء والدفع الإلكتروني. الحمد لله عملنا أكتر من 2000 تجديد للعضوية أو 2200 تجديد للعضوية في الفترة القصيرة دي. الابليكيشن دي عايز اقول ان هي مش بس زي ما شريف قال ان هي اول ابليكيشن في انديه في الشرق الاوسط، ولكن هي هتبقى منصه كامله لتجميع اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، وان شاء الله بعد كده هيبقى في خدمات للجمهور، دكتور اسامه هيتكلم فيها. دور مجلس الاداره يمكن بينتهي عند هذا الحد، والفتره اللي جايه باذن الله دور الاداره التنفيذيه ان هي تثبت وترسخ نجاح هذه الابلكيشن، ان يبقى في تواصل ما بين الاعضاء، يبقى في شكاوي بيترد عليها، يبقى في اداه للرقابه على الخدمات وعلى المطاعم وعلى كل حاجه جوه النادي الاهلي، يبقى في منصه رسميه للناس ان هي تعرف توصل صوتها احسن واقيم من جروبات الفيسبوك اللي موجوده دلوقتي، نقدر من خلالها احنا كمجلس اداره نشوف الدنيا رايحه فين، الاداره التنفيذيه والمدير التنفيذي يقدر يشوف الناس تحتيه شغاله ازاي، بترد على الشكاوي بصفه مستمره ولا لا، الشكاوي اللي بتتكرر ايه. عندنا خدمات هتبني واحده واحده، يعني النهارده احنا بنعلن على التطبيق واحنا شغالين، النهارده يمكن في 3 أو 4 خدمات بس اللي موجوده، هنقعد نبني في الابليكيشن دي شهر ورا شهر لحد ما الابليكيشن دي هيبقى عليها كل حاجه تخص النادي الاهلي، وده برضه اللي هيتكلم عليه دكتور اسامه باستفاضه. طبعا بس هو يعني كلمه مختصره، انا لازم اوجه يعني شكر جزيل للادارات المعنيه وخصوصا اداره الحاسب الالي والعاملين في النادي الاهلي، لان ده مجهود بيبذل جامد جدا، يعني طبعا بالاضافه للممارسات والمناصات، ولكن الوقت ده احنا بقالنا 7 أو 8 شهور عشان خاطر الابلكيشن ينطلق ويظهر للنور، فلازم اوجه شكر لاداره الحاسب الالي وكل العاملين في النادي، واوجه شكر لمجلس الاداره اللي بيتيح الفرصه لينا اللي يبقى في تواصل ومنتهى الشفافيه مع اعضاء الجمعيه العموميه، اللي ازاي يوصلوا رغباتهم او شكواتهم، واحنا ازاي برضه نتواصل معاهم، وده اللي هيحصل الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. هرجع اقول تاني، احنا بنشكر جدا مجلس الاداره، بنشكر اعضاء الجمعيه العموميه، بنشكر العاملين والادارات المعنيه على المجهود اللي بيبذلوه. اعتقد شركاء اساسيين دايما في النجاح دوت بدعمكم بتفاهمكم الاعلامي ونشركم للخدمات دي سواء للاعضاء او للمشجعين. فالنهارده احنا جايين فعلا بنحتفل باطلاق التطبيق دوت، وهو تطبيق مهم جدا زي ما الاستاذ محمد ضماطي تفضل قال ان هو منصه تفاعليه وما بتنتهيش. العالم دلوقتي بيتطور فيه فكره البلاتفورم، حضراتكم كلكم دلوقتي بتتعاملوا مع اوبر ومع كريم ومع سوق ومع ناس كتير قوي بتبتدي نتعامل معاها، فدي بلاتفورم معناها ان هي مش مشروع بينتهي بمده زمنيه معينه، ده مشروع بنعمل عليه بنيه اساسيه وكل يوم بنعمل تطوير لخدمات. فزي ما النهارده هتشوفوا عندنا خدمات اساسيه ابتدينا هنتكلم فيها سواء على الليفل للاعضاء او ليفل المشجعين، وبعد كده بنطور الخدمات ديت، ممكن نوصل بعدد الخدمات ديت لاكثر من 100 خدمه بعد كده، معتمده اساسا على فكره الموبايل. احنا مركزين جدا الفتره اللي جايه على تقديم خدمات كتيره قوي سواء لاعضاء النادي او للمشجعين او للاعبين او اعضاء الجمعيه الاكاديميه ان هم يستخدموا الموبايل، لانه هو خلاص احنا بنستخدمه، هو
بقى سوبر كمبيوتر موجود جوه جيبك، فانت بتستخدمه في كل حاجه في الدنيا. من واقع تجربتنا احنا في شغلنا مع النادي قد ايه هو اعظم نادي فعلا في المنطقه العربيه كلها. اللي حصل احنا كشركه تكنولوجيا، طبعا اي شركه ليها الشرف الكبير ان هي تتعاون مع اكبر نادي في الشرق الاوسط، بس عاوز اقول لحضراتكم احنا اي شركه، يعني اللقاء اللي احنا نتكلم فيه النهارده مش بس عشان اقول لكم خدمات الابلكيشن، بس هوريكم قد ايه ده نموذج المفروض يحتذى به في اي مؤسسه بتقدم خدمات الكترونيه.